رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم، أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفقه يمان. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنخصصها للأحداث الأخيرة في عمران من وجهة نظر شرعية، وسنستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا، وسنتحدث حول هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوقشي، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. مرحبا بك يا شيخ. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك إلى ما يحب ويرضى. آمين آمين. إذا مشاهدينا الكرام، طبعا الشيخ الكريم يوم أمس وقبلها بأسابيع أيضا تشهد محافظة عمران إشكالية كبيرة، هناك اقتحام للمعسكر، هناك قتل للجنود، هناك استيلاء على معدات خاصة بالدولة، هناك يعني جرائم ضد الإنسانية. هذا الوضع سنناقشه إن شاء الله سبحانه وتعالى من خلال فقه السياسة الشرعية. أولا لو تعرفنا باختصار عن فقه السياسة الشرعية ماذا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقه السياسة الشرعية هي الأحكام الفقهية المتعلقة بالراعي والرعية والأحكام المتعلقة بهما. هذا الفقه تقررت أصوله وقواعده، ولكن تفاصيله وجزئياته لم يسمح فيها للعلماء من فترة طويلة أن يتكلموا عن هذا الموضوع بشكل مفصل كما فصلوا في كثير من جزئيات الفقه. فمثلا الأوقاف يمكن ربما تدور على حوالي 3 أحاديث، مجرد 3 أحاديث، وألف العلماء فيها مجلدات مستقلة واسعة جدا فيما يتعلق بالأوقاف والأحباس. ومع أن فيها حديث، أما يعني حديث عمر أنه احتبس ما كان له، وحديث خالد بن الوليد أنه احتبس درعا، وهذاك جعل ما كان نصيبه بخيبر، وبئر رومة الذي أوقفها عثمان على المسلمين. ومع ذلك توسع العلماء فيه حتى أصبحت مجلدات. أما فقه الجهاد وأحكام السياسة الشرعية والأحكام المتعلقة بالإمام والأحكام المتعلقة بالرعية وما هي الواجب والفئات الباغية ونحوها والأحكام على الباغي وغير ذلك من هذه الأحكام، فمع أنها يعني مرت بها الأمة الإسلامية في كثير من أوقاتها بكثير من هذه الأشياء، إلا أن يكاد نقول أن العلماء يكادوا يكونوا منعوا فيما يتعلق بهذا، خاصة بعد تغير الحكم من خلافة الراشدة إلى ملك عاض. ولذلك على مدى التاريخ لا يكاد يسجل لنا فيما يتعلق فقه السياسة الشرعية إلا حوالي 3 كتب، الأحكام السلطانية للماوردي، ومثلها الأحكام السلطانية لابن عقيل الحنبلي، والسياسة الشرعية بين الراعي والرعي لشيخ الإسلام تيمية، ويعني وكذلك الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم رحمه الله. لكن هناك كثير من المعاصرين من تكلموا في أحكام السياسة الشرعية والشورى ويعني وما جد من مستجدات فيما يتعلق بهذا. وهناك مسؤولية كبيرة جدا للحاكم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وورد في الأحاديث أنه ما من إمام يعني مات وهو غاش للرعية إلا حرم الله عليه ريح الجنة. ومن أعظم واجبات الدولة يعني في الإسلام هي حفظ الأمن وإقامة الحدود ونصرة يعني الضعيف على القوي، حتى لا يعني يتجرأ فيما يتعلق مثل هذه الأمور. فهذه تدور الأحكام الشرعية حول حفظ النفس التي يعتبر من ضروريات الشريعة، وحفظ الدين وحفظ النسل، وهذه كلها تنتهك وتزال وتدمر بالقتال والحروب.
ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، كما أنه من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس نعم. جميعا. طيب يعني أنت أشرت إلى أن السياسة الشرعية مهمتها حفظ الأمن، أيضا يعني الدفاع عن المظلوم ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم. ما قراءتك لما يجري في مثلا في عمران؟ اللجنة الأمنية العليا أعلنت بكل وضوح وحملت المسؤولية جماعة الحوثي على انتهاكها للأمن هناك وعلى اقتحامها للمعسكرات، ويعني الآن يعني هناك أشياء كثيرة ربما أيضا نناقشها، وسنستقبل أيضا مشاركات الجمهور من خلال الاتصالات. تفضل. بالنسبة لأحداث عمران، طبعا الآن أصبحت الصورة واضحة جدا، يعني كان هناك بعض الملابسات، يعني يمكن ربما في الحروب التي سبقت كلها كان دائما الحوثي دعواه أنه مظلوم وأنه يطالب بحقوق وأنه معتدى عليه وأنه كان يدافع عن نفسه. نعم. لكن الصورة الآن يعني جاء فقاتل الرحب إلى ديارها، ثم جاء إلى حاشد فقاتلهم إلى بيوتهم وهجم عليهم ودمر المساجد وفجر البيوت وفجر دور القرآن وهجم الآن على المعسكرات وعلى يعني سواء كانت أمن أو قوات مسلحة. طبعا دعوة أنه يدافع عن نفسه هذه أكذوبة، يعني ما أظن أن أحد الآن أصبح يصدقها. نعم. وطبعا بغض النظر عن أفكاره الغريبة هذه التي تشبه أفكار التكفير، يعني هو يقول التكفيريين، هو الذي الآن يستبيح، من الذي يستبيح دماء المسلمين ويقتلهم هو الذي يكفرهم. يعني لا نعلم أن هناك يعني ما يقال له لا التكفيريين حتى لو أن شخصا يكفر، يعني مثلا ادعى على شخص بالكفر، هل يجوز أن نحن نقتل فرضا جدلا على أبعد لا. التسليمات على أن هذا لا وجود له. فطبعا هذا الذي والفتنة يحدث أشد من القتل أعظم بكثير، لأن الفتنة هنا بعض الفقهاء أيضا فسرها بالقتل. بالقتل نعم، يعني الفتنة لا هي فتح الأسباب المؤدية إلى كثرة الاقتتال، يعني ولو حتى بالقتل، لأنه الآن يعني طوال الفترة السابقة وهم يريدون أن يجعلوها طائفية، وهناك جهات أخرى يعني تحكم فيما يتعلق بمثل هذه المسألة، يعني يريدون أن يجعلوها طائفية، فيعني بحيث أنه لو انتقلت الحرب مجرد الآن، يعني ما هي حرب بين الدولة وبين كجيش وبين الحوثيين، يعني محاولة تصنيفها يعني سلفيين وسنة وشيعة وملكية وجمهورية، مثل هذه الأحداث ستفتح مجالا كبيرا جدا للصراع غير المنتهي. والحقيقة أن صراع الحوثي كما هو حقيقة صراع صفري، يعني هو صراع لا يقبل بأحد، لا يقبلش بالآخر أصلا. وربما موازين قوى في مرحلة سابقة، يعني في مرحلة سابقة أدت إلى هذا التحويل، أنه يعني تجتمع فيها بعض القوى ومراكز القوى للتخوف من الإصلاح ومحاولة يعني ضرب الحوثيين بالإصلاح وإثارتها شيعة وسنة وطائفية مذهب زيدي شافعي وهابيين، طبعا كل هذه دعاوي ما أنزل الله بها من سلطان. طيب معنا عبد الله، من عبد الله من السعودية؟ تفضل يا عبد الله. طيب طبعا نحن نعتذر عن استقبال المشاركات الفقهية أو الأسئلة الفقهية العامة، ونستقبل الأسئلة الفقهية بخصوص الأحداث ومداخلات أيضا واتصالات من يريد أن يشارك أيضا في البرنامج. تفضل أكمل يا شيخ. طبعا الأحداث الأخيرة في عمران هي كانت متوقعة، يعني وفق الأسباب المادية الحصار الطويل. طبعا البعض كان يا شيخ يعني يقول من المسؤول، وكان يعني لا يدري أين المسؤولية. يعني اليوم اللجنة الرئاسية العليا للإشراف على الأمن تحمل جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الأحداث والتطورات المأساوية التي شهدتها المحافظة وما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد أمن واستقرار الوطن. هذه لجنة محايدة ولجنة عليا، بالإضافة إلى اللجنة الرئاسية الوسيطة التي كانت في عمران. ماذا تعني هذه التأكيدات؟
يعني كل شخص قارئ أو ناظر أو حتى لا يحتاج فيه إلى فكر سياسي واسع، يطلع على الأوضاع التي والأحداث التي حدثت في عمران، يكون واضح لديه أن الاعتداء ونكث العهود ونكث الاتفاقات ويعني المبادئة بالقتال وفتح الجبهات. يعني هذا لو أن الإصلاح أو أي حزب من الأحزاب عمل ما عملها الحوثي لكان اتخذ يعني قرارات أنه معرقل للمبادرة وأنه هو السبب وأنه يتحمل كامل المسؤولية من أول معركة من دنا، يعني عاده يعني في بداية حاشد فضلا وفي أرحب، يعني كان الأصل فيه، لكن لا شك أن هناك كان نوع ماذا أقول، الدولة تساهل. كانت تتعامل مع الحوثي على أنه يعني الصراع تنافسي، هو يريد يعني بعض الكراسي، يريد بعض الوزارات، يريد هكذا توهمهم، لكن حقيقته بشعار يا أخي الموت، يعني الموت هذا يعني لا يمكن أن يبقى معه للناس يعني حياة، طيب دعنا هو لا نشوف. يقبل الآخر أصلا، فضلا على أنك أنت الآن تقوم تفاوضه وتناقشه في أي أمر من الأمور. جزاك الله خير. دعنا نشرك عز الدين السامعي من صنعاء، تفضل يا عز الدين. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. يا أخي والله إن اللوبة اللي في عمران هذا عمل إرهابية جريمة بشعة. نعم. ما هو عمل إنساني ضمير. ما الذي تستنكره في الموضوع؟ استنكر الحوثي بأشد الإنكار لأنه خرب البلاد، خرب كل شيء. ما المطلوب من الجهات الرسمية يا عز الدين سامعي؟ المطلوب من الجهات الرسمية أن تقوم بدعم كامل للجيش إلى مهاوط عمران وتخريج الحوثي من مهاوط عمران خارج البلد. طيب شكرا لك يا عز الدين. يلا عفوا. شكرا. من معنا؟ أم أحمد من أين؟ من صنعاء، تفضل يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحوثي زي ما قال سلطنا البلاد هذه تاسس له من قدوره فالبكر كذا. لعنه الله على من يموده، لعنه الله على من يموده. لا لا لا، يعني نحن نقدر مشاعر يعني الامهات اللي فقدت ابنائها في من ابناء الجيش في منطقه عمران وفي غيرها، ونقدر ايضا الحاله ايضا التي نتيجة لاستشهاد كثير من أو بعض أبناء قواتنا المسلحة والأمن، لكن بالأخير نحن نحافظ أيضا على كلامنا وعلى عباراتنا، فلا نلعن ولا نسب ولا نشتم، نحن نوجه رسائل. ما الرسالة التي توجهينا يا أم أحمد؟ هذا يخرج النسوان والرجال يطردوا أبوه من البلد، ما نشتش هذا، يتصلوا لنا صغار وكبار، نحن ما نشتش بالبلد. طيب شكرا. هذا الراجل عافا هذا سلطان يمشي بجماع اليمنيين، ما نستش ابوه. شكرا لك يا ام احمد. و هذا عافا من فين يجي يكفر المسلمين؟ من فين هذا؟ من انت على الحق يكفر المسلمين؟ من انت على الحق؟ اجي يكفر المسلمين؟ نحن دوله مسلمه، ما نحن شاهد لهم ان يجي بس اسرائيل يصير ما يجي اسرائيل وامريكا هناك، ما فيش باليمن وقتل اليمنيين والمصر اسرائيل وامريكا، اين اسرائيل وامريكا باليمنيين؟ من بأي عقل على بأي منطق يدخل هذا كلامه؟ من يصدقه؟ هذا يهودي هذا بلا شك. بلا شك بلا شك يا أم أحمد أن لا أحد يصدق مثل هذا الكلام، لكن برضو أيضا مطلوب من تحرك جاد من الدولة لمواجهة مثل هذه الأعمال، لأن الدولة هي المكلفة بحماية المواطنين ويعني رعاية الأمن للجميع. شكرا لك يا أم أحمد وعلى مداخلتي. لا أحبابك. شكرا يا ابني. شكرا لك إن شاء الله. شيخ يعني برضو احيان. طيب معنا ناخذ نذير من لحج. نعود يا شيخ نذير من لحج، تفضل يا نذير. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمه. يا اخي المجزره اللي امس وقعت بشرى في عمران وهذه الجريمه التي طبعا انت وصفت ما حدث في عمران بانها مجزره، واللجنه الرئاسيه ايضا وصفتها بانهم قاموا بمهاجمه معسكر اللواء وارتكبوا تتحمل كل ما حدث وارتكبوا اعمالا مروعه بسبب اللجنه الرئاسيه. كان مصير القشيري كان بسبب اللجنه الرئاسيه، اللجنه الرئاسيه اللي هي السبب ما حدث في القشيري كان بخيانه من اللجنه الرئاسيه. نحن نشكك يعني ان تتحمل اللجنه الرئاسيه، عمل اللجنه الرئاسيه لم يكن معني ولم يكن محايد، وزير الدفاع حينما صرح ان الجيش محايد كان هذا هي خيانه من ذلكم اللحظه، في تلكم اللحظه، ولذلك انه كانت خيانه وكان ما حدث امس
لإخواننا في أمران هو بخيانة اللجنة الرئاسية. نحمل الرئيس والدولة ومثل باسنجوا وزير دفاع وزير داخلية المسؤولية الكاملة ما حدث لإخواننا في أمران. فهو جريمة بشرة لا يقرها شرع ولا دين ولا تقرها أعراف قبلية. نحن في محافظة لحج ندين ذلك ونحن جزء من الجنوب، لكن احنا لا نرضى بالظلم والذل والهوان، وما حدث كان ظلم واعتداء على مؤسسات عسكرية. شكرا شكرا لك يا ندير. فاللجنة العسكرية كانت تحاول تسميع في 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 اوقات سابقة، تحاول تقول بانه الصراع ما بين الميليشيات والقشيدي شكرا وصلت رسالتك يا نذير، شكرا جزيلا لك، أشرت إلى نقاط جدا مهمة، ويعني نرجو من كل الجهات أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية في مثل هذه الأمور، لأن أمن البلد واستقرار البلد وكذلك أمن المواطنين وكذلك حماية الجنود الذين يقاتلون من أجل هذا الوطن مسؤولية الجميع. معنا اتصال، وبعد الاتصال سنعود إلى الشيخ عبد الغني الفقيه من خولان. تفضل يا عبد الغني. السلام الله عليكم. وعليك السلام والرحمة. كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيك يا أخي. إحنا نستنكر مع الأحداث في عمران. تفضل تفضل عبد الغني. عبد الغني تفضل قل رأيك. نستنكر أحداث في عمران ونستنكر وساطة رئيس الدفاع وزير الدفاع واصل. طيب شكرا لك يا عبد الغني. الشيخ محمد يعني هنا يتحدث الكثير عن أن لجنة الوساطة منذ أشهر لجان الوساطة تنزل لجان الوساطة إلى أماكن يتم الاتفاق على هدن والتوقيع عليها، ثم بعد ذلك يتم نقض هذه الهدنة ولا تنجح لجان الوساطة في حل الإشكاليات، وهكذا مشت الأمور خلال الشهور الماضية حتى وصل الناس إلى ما وصلوا إليه. هذه مخالفة شرعية وقع فيها، لا مانع بل هو الواجب، يعني أن يكون الدولة أو غيرها من الوسيط إذا حدث اقتتال بين المسلمين. إذا هذا طبعا نتكلم لو أن الدولة ما حدث لها مهاجم لمعسكراتها ولا لمناطقها، وحدث بين قبيلة وقبيلة، بين منطقة ومنطقة، فواجب الدولة في مثل هذا الحالة أن ترسل وسيط. فلقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يعني هم يدخلوا وسيط لو كان هذا القتال مع أجنبي خارجي، ثم إذا شخص من أحد الأطراف هذا بغى ولم يقبل، يعني تخيل يفعلوا اتفاق في هذا ويفتح جبهة ثانية، يفعلوا اتفاق مع هذا في هذا الجبهة ويفتح جبهة ثانية، طيب يفعلوا اتفاق لا ما يزحف ويملي شروط جديدة وهكذا، يعني يشبه كما يعني إن كانوا بيقولهم لعن على اليهود فيهم شبه فيها من اليهود، كلما يعني عاهد فريق منهم نكث فريق منهم، كما كلما عاهدوا عهدا نكثه فريق منهم. هذه عادي يهودية يعني مخالف للشريعة الإسلامية، الأصل أوفوا بالعقود. طيب الأصل فيها يعني هذا لو فرضنا الجدلا هذا الكلام كان إيش كان مع ناس آخرين، طيب فإذا بغت إحداهما واجب على الدولة أن تقف مع المبغية على ضد الباغي، طيب كيف لما تكون هذا شيء لم يدخل العقل ولا يتقبله الذوق ولا هناك يعني أنه يعني الحوثي الذي هو باغي بيهاجم معسكر يعني للثكنة حقه ويتم إرسال وساطة. أيوة. وتجي الوزارة الدفاع الذي هي منوطة بأنها تسند هذا اللواء وتقف، هي أصلا هي عندما يهاجم معسكر واحد يعتبر في الحقيقة هاجم جميع معسكرات الجمهورية، لو اعتدى على نقطة عسكرية على نقطة على يعني الأصل فيه لو اعتدى على مواطن، يعني الواجب الدولة أن هي إيش تقف مع هذا المواطن الذي يعتدي عليه. طيب فكيف لما الآن بيهاجم المعسكرات، يهاجم المقرات الحكومية، يهاجم السجون، يدمروا المؤسسات العامة، يعني يضربوها إلى آخره، طيب وبعدها رجع يجي الوزير الدفاع وسيط، يعني هذا لم تحدث ولن تحدث، ظهر على مدى التاريخ أن يعني معسكر يعني لواء بيقاتل واللواء بتوسط، كيف هذا؟ هذا يعني من الخذلان، من باغي يعني. فطبعا مجرد انه كنا نلاحظ وزير الدفاع يذهب وسيطه واضح فيها الخذلان، واضح فيه يعني اقل شيء، يعني بدل انت ما تاتي تساندين تاتي وسيط، كيف تاتي وسيط يعني؟
وأنت دولة. يعني وأنت الأصل المفروض أنك أنت يعني تمنع هذا من الاعتداء على معسكراتك، على مقراتك، على مؤسساتك، على يعني الآن السلطة المحلية الآن الذي يعني لا يعني في صعدة وفي المناطق هذا الذي سيطر على الحوثي لا وجود للدولة بها، لا تستطيع أن تحرك ساكنا. يعني أنا أشبه المعسكرات، حتى المعسكرات هذه في صعدة الآن تشبه مزارع، يعني يأكل ويشربوا لكن لا يستطيع حرك طقم، لا يستطيع يمسك معتدي، لا يستطيع يقاضي شخص، ولا يستطيع فعل شيء. أنت معسكر كل ويشرب ورقد، وإذا أنت خارج تطرح البندق حقك في المعسكر وتمشي رجل. يعني إيش من معسكرات هذا؟ إيش بتحمي؟ لا تستطيع حماية نفسها أصلا. طيب لماذا حتى إيجاراتها المبالغ المالية والمرتبات التي تعطى لها نوع مخالفة الشرعية؟ إيجارة علامة نحن الشعب يعطي إجارة للجيش لأجل مقابل الحماية، إذا كان الجيش والدولة ما بتحميش لا يستحقون الأجرة هذه تعطوا، والذي يأكله حرام، وخاصة نحن في هذا الشهر الكريم، وخاصة نحن في هذا الشهر الكريم. لكن مع ذلك حصلت هذه الإشكالية وهذه المجازر مع حرمة الشهر وحرمة الدم. اللواء يعني البيان، بيان اللجنة الرئاسية الذي وصفته ببيان هام، تقول أنه قاموا بمهاجمة، أن الحوثيين قاموا بمهاجمة معسكر اللواء وارتكبوا أعمالا مروعة. ما المطلوب من الدولة؟ وقد بينت يعني اللجنة المعنية بأنهم قاموا بأعمال مروعة ويعني مجازر. الدولة هي في الحقيقة يعني من خلال تجربتها السابقة واضح أنها أصبحت عاجزة عن أن تدافع. ما المطلوب من ولي الأمر الآن؟ أقول لك الآن يعني الواضح منها هو واجب على حماية المواطن، واجب على حماية معسكراته، واجب الحماية فيما يتعلق بهذا. لكن الواقع أنه الدولة أصبحت كالعاجزة، يعني حتى الألوية فيها نوع عجز، أو بيعجزوا أنفسهم، لا يعني يبدو أنه في إشكاليات أو في أو دخول لعب سياسي. يعني أيوة، هل اللعبة السياسية إذا كان هناك من القيادة السياسية من يتورط مثل هذا الأمر، ما حكم هو هذا؟ يتحمل لا شك كل المسؤولية يتحملها، لكن الآن أنا في وجهة نظري الواجب الشرعي الآن مشوا على الدولة، على المنظمات، على الأحزاب، يعني حتى الدولة والجيش ربما ما عاد يستطيع يواجه الحوثي لحاله. الحوثيون يعني الإصلاح يعني حتى لو واجهه هو الآن لم يواجه، لأنه الآن هو لا زالت قوات الجيش. يعني في الحقيقة يجب أن تقف كل الأحزاب والمنظمات والجهات هذه كلها مرة واحدة لأجل الحفاظ على الجمهورية، الحفاظ على مخرجات الحوار الوطني، الحفاظ على يعني الدولة الذي يعني المراد إنشاؤها. يتحمل مسؤوليته كذلك الدول الإقليمية والدول الراعية وبن عمر يعني والأمم المتحدة، في أنهم يتحملوا مسؤولية كبيرة جدا في أنهم هم راعين، والآن يلاحظون أن هذا يدمر ويفسد يعني ما قاموا به الناس هذه الفترة كلها والذي بذلت فيها الأموال كلها. يعني الآن المشروع لبناء الدولة يعني على مشارف النهاية، إذا لم نقل أنه انتهى، إذا تفرج علي وهو الآن يعني بعد أن انتهى من عمران يتجه إلى ضين، وبعد من ضين إلى يعني همدان وغيرها يعني إلى صنعاء. يعني إذا لم يستيقظوا فإنهم سيتذكرون ذلك المثل، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يعني إذا مشاهدين الكرام سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود ونستقبل مشاركاتكم في موضوع أحداث عمران الأخيرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج الفقه يمان، والذي نخصص هذه الحلقة منه للأحداث في عمران ونناقشها مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوغشي. شيخ محمد، موضوع النصرة وواجب النصرة، يعني مسألة نصرة المستنجدين المظلومين، إذا كان أبناء القوات المسلحة اللواء يستنجد ويستنصر بوزارة الدفاع منذ فترة، ويعني هناك من يشكك في مسألة الإمدادات والنصرة، وهناك من يتحدث يعني حكم النصرة بشكل عام. طيب
سنأخذ عبد الله الخولاني ثم نأتي إليك يا شيخ. عبد الله الخولاني من أين؟ من صنعاء، أحد أفراد قوات المسلحة. من صنعاء وأحد أفراد قوات القوات المسلحة، تفضل يا عبد الله. أولا وقبل كل شيء نادينا الحادث الإجرامي والعمل الإرهابي الذي قامت له جماعة الميليشيات، وندين كمان من له ضلع في الخيانة. نعم تفضل يا عبد الله. ونطالب وزير الدفاع وكل من لهم أيادي في الخيانة بتقديم أنفسهم إلى القضاء العسكري فورا. طيب شكرا لك يا عبد الله. طبعا نحن نؤكد على أن كل الاتصالات التي تأتينا تعبر عن الأشخاص، وكل شخص يعبر عن رأيه الخاص. من معنا الآن؟ أبو عائشة. من أين يا أبو عائشة؟ السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. من السعودية. أهلا وسهلا فيك. والله أبا أشارك على الحوثي هذا، أنا أبا أقول لك أن الدولة هي نفس الحوثي اللي يدعم الحوثي. هي اللي يدعم الحوثي. الحوثي الآن في كل مكان، في ذمار، في أب، في تعز، في صنعاء، في كل مكان. من حق الحوثي أن يتواجد في أي مكان شاء بفكره أو بكلمته، لكن نحن نتحدث عن استخدام القوة لتحقيق مكاسب سياسية، نتحدث عن مهاجمة الجنود، عن مهاجمة المعسكرات. لم تعد تنطلي على المواطنين مسألة التكفيريين ومهاجمة جهات معينة، ما يتم استهداف المعسكرات ومواقعها الاستراتيجية. ما رأيك في هذا؟ يا أخي الآن هو دخل بفكره، الآن هو غزا بفكره، خلاص انتهى الأمر، غزا بفكره. الآن دخل عمران وهاجم، والقشيبي الله أعلم أين هو، القشيبي انتهى. طيب وزير الدفاع أكبر عميل. طيب عموما يا أبو عائشة، تتضارب الأنباء عن مصير القشيبي كما قلت، لكن لكن المؤكد أنه يعني أدى دوره بكل شرف وكل قوة وكل بطولية إلى آخر دور، إلى آخر لحظة. يعني لم يقال من قبل رئاسة الجمهورية، لم يقال من قبل وزارة الدفاع، ظل يؤدي دوره مرابطا. إن كانت حصلت خيانات فخيانات من خارج اللواء، لكن اللواء رابط إلى اللحظة الأخيرة. شكرا لك يا أبو عائشة. معنا علي. من؟ علي يزيدي. من أين؟ من حضرموت. من حضرموت، تفضل يا علي. والله نحن نزين الأحداث الأخيرة بالنسبة لمحافظة عمران. تمام؟ ألو؟ نعم تفضل أكمل. وثاني برضه نحن يعني الشيخ اللي موجود عندك يعني كلامه ضد السلطات الحكومة، بعد يعني يقول لك إن في عمران ما يقدر يحركوا معسكرات والأمن. بالنسبة للانهيار الأمني في جميع المحافظات مش في عمران أصلاً. محافظاتنا فيها حمل ولا معسكرات تتحرك ولا أي شيء من هذه القبيل. إذن أما بالنسبة للحوثيين، الحوثيين نحن ندين الهجمات اللي موجودة على عمران الآن حاليا، والضربات والقتل اللي في المواطنين أبناء عمران. لكن اعتبر أن الحوثيين باعتبارهم أنهم على حقنا، كانوا لهم مطلب عند الدولة والدولة منصاعة من مطلبهم. شكرا لك يا علي. إذن الشيخ يعني مجمل الآراء في موضوع النصرة، نصرة المظلوم، نصرة المستغيث الذي أيضا يتبنى الحق ويقف بجواره. بالنسبة طبعا أنا كنت وأنا أسمعك في حق القشيبي هو استشهد رحمه الله، يعني بيقين يعني، واستشهد وكأنه كان يريد هو أن يستشهد يعني مع أنه سحب بعض أفراد وأمرهم أنهم ينصرفوا، وهو يعني ظل مرابط وجلس يقاتل إلى أن يعني قاتل إلى آخر لحظة وقتل يعني. وهناك في أخبار أيضا أنه تم اختطافه، هذه تضاربت الأنباء. لم يتم اختطافه، قتل بجوار القيادة نفسها. طيب. وهو يقاتل عن يدافع عن نفسه ويدافع عن معسكره، ويعني وهو اتضحت لهم من خلال الأوضاع التي دارت والتوجيهات والطلبات الذي لأجل أنه يستسلم غيرها، أنه كان هناك نوع بيع وشراء، لكنه أبى يعني إلا أن يقاتل حتى يعني كما هو عاهد الله وعاهد نفسه والميري القسم الذي أقسم لأجله حتى يلقى الله. وقد استشهد رحمه الله، ويعني إن شاء الله سبحانه وتعالى هو يعني شهيد بحجم كبير، ولعله يكون هذا سببا ليقظة
يعني اليمن والوضع ما يهدد الدولة بشكل عام وما يهدد النظام بشكل خاص وكذلك المجتمع بشكل كل. وهو طول هذه الفترة الذي قاتل فيها وهو يستنصر، والله سبحانه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، يعني الرسول أقره أنه ويقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال انصره إذا كان مظلوما، كيف انصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم. فكان الواجب على العقلاء في جميع الأطراف، يعني حتى عند الحوثيين، يعني أنهم كانوا يأخذ يعني ومن يعني ينتموا إليه أو يتعاطفوا معه، كان الواجب عندما يأتي إلى الاعتداء يعني هذا المظلوم يجب نصرته المعتدى عليه، وهو من حقه أن يقاتل ويدافع عن نفسه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إلى غيره من النصوص، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فهم كانوا يدافعون، وكان واجب حتى من كانوا يوالون الحوثي أو يتعاطفون معه أن يمنعونه عن الظلم، أن يمنعونه عن الاعتداء، أن يقول له هذا خطأ، هنا هذه مخالفة شرعية، يعني نحن سمحنا لك أنك تدافع لأجل على نفسك، تطالب بحقوقك باعتبارك مظلوم، لكن أنت تعتدي على المعسكرات وتنهب المعدات وتعتدي على المقر الحكومية، هذا يعني لا يجوز. إهلاك القاعدة التحتية الآن طبعا، وإذا لم يعني إذا لم يكن هناك ناس واعيين في جميع الأطراف الآن لأن يأخذوا على يد هذا الظالم ويمنعونه، فإنه يخشى أن تكون مصير اليمن مثل مصير سوريا، الناس يعقلون، يعني ستدمر البلاد وتدمر العباد، لأن الناس لن يستسلموا له بالصورة يعني بالشكل الذي يتصور، يعني كل الناس حتى لو انتهت عمران يعني صنعاء، حتى لو انتهت صنعاء يعني طيب بقية المحافظات ليس بالسهولة أن الناس سيسلمونه بهذا الشكل، فسيدخل في صراع وتدخل في اليمن في حروب لا تنتهي، وخاصة عندما تدخل باسم طائفية ومذهبية وعرقية وحوثي وسنة وشيعة، هذا لن تنتهي، لأنها أناس سيتعصبون باعتبار العرق والنشأة لهذا، ولا سيتعصبون لهذا وإلى ما لا نهاية. هذا هذا موضوع خطير. اللجنة كانت قد أضافت أن الأوضاع الأمنية تدهورت في مدينة عمران خلال 48 ساعة الماضية وما صاحبها من مهاجمة لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والاستيلاء عليها من قبل الجماعة المسلحة من الحوثيين. سنتحدث عن مهاجمة المنشآت العسكرية والأمنية. من معنا؟ أبو سلطان من الإمارات، تفضل أبو سلطان. الله يسلمك يا أخي، حبيت أشارك الله يخليك بخصوص أحداث عمران. تفضل أخي الغالي. أنا على البرنامج يعني على الهواء؟ أيوة أنت على الهواء، تفضل. حياك الله يا أخوي. يا أخوي أول نستنكر الأحداث اللي صايرة في عمران من قبل جماعة الحوثي الشيعية الإرهابية، وأحب أوجه نداء إلى الشعب اليمني كامل أن يتوجهوا لقتال هذه الجماعة قبل أن يوصلوا إلى صنعاء. طيب شكرا لك يا سلطان. لحظة يا أخي الكريم، لحظة يا أخي، الله يبارك فيك يا أخي، بغيت أخلص. تفضل يا غالي تفضل. نحن نؤكد على أن كل الآراء التي تقال تمثل أصحابها. الشعب اليمني يعرف في الداخل والخارج أن جماعة الحوثي والقاعدة هم جناحين، الجناح الأيمن والجناح الأيسر علي عبد الله صالح، فإذا أرادوا الصلاح لليمن فعلى الجماهير اليمنية من أقصى اليمن إلى أقصى توجه إلى منزل علي عبد الله صالح وإخراجه من اليمن وتهداء الأوضاع إن شاء الله في اليمن كاملة. وإذا أرادوا المشاكل لن تهدأ ولن يهدى الحوثي، واللي قاتلوا في عمران هم الحرس الجمهوري إلى جانب الحوثي، وهذا حاجات يعرفها القاصي والداني. نعم شكرا يا أبو سلطان. لحظة يا أخي الله يعبر فقط يعني. أنت تتوقف ونحن نريد أن نترك المساحة لأكبر عدد ممكن، حاول أن تسترسل في الكلام. كلمتين يا أخي. تفضل يا أخي الكريم. أبا الناس تتحرك، نريد الناس تتحرك بسرعة، تتحرك يعرفوا المكان أن الحوثي لا يقاتل نفسه، الحوثي مدعوم من علي عبد الله صالح يا جماعة الخير، هو هذا الحرس الجمهوري هو اللي احتل عمران، وما الحوثي إلا اسم بس. أكمل. شكرا لكم يا أخي. شكرا لك يا أبو سلطان. من معنا؟ أنا. أيوة من معنا؟ معك باسم. طيب باسم من لحج. أيوة تفضل يا باسم. حياك الله. تفضل.
السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. باسم سيف القباطي، تفضل يا باسم. حياك الله. انا اريد ان اقول كلمه حق يجب ان نفهمها جميعا. تفضل. ايوه، بالنسبه للحوثي ليس له عهد ولا ذمه، لماذا نحن دائما مساكين يغرر بنا؟ فالحوثي ليس له عهد ولا ذمه دائما، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، لماذا على الاقل يكون لنا درس مره؟ نحن طيبين، وزير الدفاع الان عميل مع ايران، استلم اموال مليارات دولارات من ايران، هذا واضح لا نغالط، لا يستطيع احد ان يغطي على عين الشمس. طيب شكرا لك يا باسم. وئام صالح من صنعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحب نشارك على الوضع في عمران. الوضع في عمران تبكي له القلوب، تبكي له الأعين، كلنا نبكي على الوضع في عمران. الوضع في عمران ليس من اليوم ولا من أمس، الوضع في عمران له أشهر. وزير الدفاع ورئيس الجمهورية فينهم؟ يروح السعودية ويروح الإمارات والشعب اليمني يقتل. 10,000 أسرة يمنية من عمران مشردة، 5,000 أسرة محجوزة، بيوتهم تدمر، المساجد تدمر، المدينة كلها مدمرة. فين الجيش؟ ما يقدرش يحمي مدينة صغيرة، ما يقدرش يحمي مدينة عمران. إيش يشتوا الحوثيين؟ الحوثيين ما يشتوش لليمن إلا كل الخراب. مؤامرة دولية، مؤامرة أمريكية، مؤامرة من الإمارات، مؤامرة من السعودية، مؤامرة من اليمن. الجيش مخترق، الجيش مخترق. عبد ربه منصور هادي يمثل أدوار فقط. لمتى نحن الدم حقنا يكون مهدر؟ لمتى؟ لمتى الدم اليمني ما لهش أي قيمة؟ لمتى؟ فين الأحرار؟ طيب فين الجيش؟ فين رئيس الجمهورية؟ وزير التربية؟ وزير الإعلام أقصد؟ وزير الإعلام يعني. حتى القنوات ما تجيبش أي تجيب لنا، تنقل لنا أي شيء عن الأحداث في عمران. فينهم؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى اليمن بتظل كذا؟ إلى متى؟ إلى متى؟ السؤال إلى متى؟ ما المطلوب؟ ما المطلوب من رئيس الجمهورية الآن؟ رئيس الجمهورية الآن يوحد الجيش، يوحد الجيش. الآن رئيس الجمهورية مطلوب إنه يوحد الجيش، يحمي مدينة عمران. مدينة عمران مدينة صغيرة، يحميها. شردوا بأهالي دماك، شردوا بأهالي عمران، شردوا بأهالي صعدة. معانا أهل في صعدة شردوهم، معانا أهل في عمران شردوهم. لمتى الاستهتار هذا؟ السعودية ما تشتيش لليمن الخير، الإمارات ما تشتيش لليمن الخير، أمريكا ما تشتيش لليمن الخير. علينا أن احنا كلنا نقف صف واحد. الحوثيين يشتو يكونوا حوثيين، يشتو يفعلوا، يشتو دينهم لوحدهم، دينهم لوحدهم، لكن يمسكوا السلاح ضد الدولة، يمسكوا السلاح ضد المواطنين العزل، هذا حرام. الله ينتقم منهم، والله يهدي كل ظالم. شكرا لك يا وياه. كل ظالم يهده يوقف في طريق تنمية اليمن، الله ينتقمهم كلهم. شكرا لك يا وئام. شيخ محمد، كنا تحدثنا عن موضوع مهاجمة المؤسسات الحكومية وكذلك المؤسسات الجيش سواء أو المدنية، والاستيلاء أيضا على الأمور العامة. من معنى؟ طيب، الاعتداء على المنشآت الحكومية يعني هي جريمة، ونحن كنا نستنكرها حتى في صنعاء، يعني في الأحداث التي حدثت. يعني هذه منشآت عامة، حق عام للناس جميعا، المصلحة عامة للناس جميعا. يعني تخيل طوال الفترة السابقة وهم يضربون أبراج الكهرباء، وقف حتى مصنع الإسمنت والعاملين فيه وغير ذلك من المنشآت الموجودة في عمران. يعني بعض المؤسسات يعني ضربت ودمرت. هذا من الفساد في الأرض؟ طبعا، يعني أعظم، يعني ما هو الفساد في الأرض؟ هذا الذي كان يحسبه يتقطع ولا حاجة يسيرة، هذا الآن بيهدم البلاد والعباد والمنشآت والمجتمع. يعني ما مصلحة يعني حتى لو كان الحوثي لدي عقلا، وأنا أحسب لا يفكرونهم، ليس لهم لديهم عقول حقيقية. يعني هل يعني ماذا تصنع بمجتمع ما عاد بش؟ يعني الآن يريد أن يجعل، يعني هي ضربت صعدة ودمرت، يعني هل هو بحاسية الانتقام يريد الآن يدمر عمران، يدمر صنعاء، يدمر اليمن كلها، لأنه قد دمر الصعدة من باب الحقد؟ طيب ماذا سيصنع بمجتمع مدمر
يعني أسر يعني آباءها مفقودة أيتام وأرامل، يعني بماذا ستبني، يعني على ماذا ستحكم؟ يعني إذا أنت كنت بهذا الطريقة أين العقلية الذي ينظر إليها؟ طبعا والعجب من بعض الناس أنه وهو بيعتدي مثل هذا الاعتداء لا يرون اعتداء، وبعضهم يفرح للأسف يعني مثل هذه الأحداث، يعني خاصة القتل، التشريد، يعني المهاجمة المؤسسات، هذه ينبغي للناس أن يعقلوا أنه يعني ليست هذه ملك الأحد، ليست هذه ملك الإصلاح، لما بعضهم بيزعل الإصلاح ولا فارح، يعني هم يدمروا المعسكرات ولا يدمروا المؤسسات، بعضهم بيحاكي نفسنا الإصلاح، وبعضهم مخدوع فعلا بأنه يصدق مثل هذا الإعلام الذي يوظفه في اتجاه مجموعة معينة. اسمح لي يا شيخ أن أشارك نشوان الحميدي، تفضل يا نشوان. جمال من إب، تفضل يا جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا جمال. وعليك السلام. أولا نرحب بالشيخ محمد، وكنت أريد أن أطرح سؤال. نعم. أريد أطرح سؤال، أقول العلماء لماذا أحيانا يغردون خارج السرب؟ يعني نلاحظ الآن في أحداث عمران منذ الأسبوع الماضي لم نجد بيان لهيئة علماء اليمن، لم نجد كلام، بل يتكلمون عن الدستور وما إلى ذلك، ونحن اليوم بحاجة إلى أن نتحدث عن هذه الأوضاع ونحذر الناس جميعا من أخطار الحوثي وأحداثهم هذه التي تحصل في شتى جوانب اليمن. فأريد من فضيلة الشيخ أن يتكرم بالإجابة على هذا السؤال. الله يبارك فيك يا جمال، وسيجيب على الشيخ إن شاء الله على السؤال. معنا عادل الهمداني، من أين؟ من صعدة. من صعدة، تفضل يا عادل. ما بلون شي نشارك. أي تفضل يا عادل. عن حول هذه الأحداث، لماذا قواضوا من رئيس الجمهور وزير الدفاع وتركوا عمران هكذا؟ حتى يعني ما أظنهم دعموهم، تركوهم شهر أو ثلاثة ولم يدعموهم بأي دعم. لماذا هذا الطلب من رئيس الجمهور وزير الدفاع؟ طيب ما المطلوب منهم الآن؟ المطلوب أن يجي وزير الدفاع ويغيره. أيوة. ويشتغل لصالح الوطن. ما هذا؟ إذا كانت الوضع على هذا فعل اليمن العرب. وتحياتي للشيخ. طيب شكرا لك، شكرا لك يا عادل. تفضل يا شيخ. موضوع ما اسمحوا لي أشرك الشيخ معي. طيب معنا علي المحمدي، من أين؟ من مأرب. من مأرب، تفضل يا علي. أنا على الخط الآن. أيوة أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة، تفضل. يا أخي احنا نريد من العلماء أن لأن احنا نريد لا نريد أن نقاتل على أرض، نريد من العلماء موقف أن نقاتل على الدين، الدين فوق الوطن وفوق كل شيء. والثانية أن لا نركن إلى الذين ظلموا، لأن الله تعالى يقول ولا تكرموا الذين ظلموا وتمسكهم النار. فنريد أن نقاتل على دين الله ولا نركن إلى شرقي ولا غربي ولا أمريكي ولا خارجي بإذن الله. وهؤلاء هم المجوس، هم المجوس، والله أنهم المجوس، وأن ما حدث في الشام والعراق إنه سوف يحدث في اليمن إن لم نتحرك على دين الله، أما غيره لن نقاتل على وطن ولا على أرض، نقاتل على الدين. طيب شكرا لك يا علي، شكرا لك. إذن يا شيخ هنا دارت الأسئلة الأخيرة على دور العلماء، أين دور العلماء اليوم؟ وطبعا دور العلماء بشكل كلي، يعني هم أصدروا بيانات فيما مضت، أصدروا بيانات فيما مضت على يعني في الاستنكار يعني أعمال الحوثي، يعني حتى في أثناء الكلام على الدستور والمخالفات فيه يعني ذكروا الأوضاع التي تمر بها اليمن، واجب الدولة نحو المواطنين وتأمينهم وحمايتهم، يعني هم أكدوا على هذا. ثم يعني أنا أريد أن يصل إلى الناس مفهوم يعني واضح، يعني العلماء في بعض القضايا الفقهية الذي يكون فيها مجال حيرة، يعني الناس لا يعرفون ما هو الحكم الشرعي، يحتاجون فيه إلى إيضاح وبيان، عند ذلك العلماء يقومون يجتمعون، يعني وخاصة إذا كانت الظروف عادية يمكن الاجتماع معها، يجتمعون يبينوا الأمر الخفي. لكن يا إخوة هذا شخص بيجي يعني للثكنة حقك، للمعسكر، للمقر الحكومي حقك، للقسم الشرطة، للأمن المركزي أنت فيه، للوظيفة حقك، قلت لك
طيب هل معقول هذا عادي تحتاج إلى فتوى من العلماء يقول والله ما رأيكم؟ طبعا ولذلك نحن نلاحظ الناس يعني لوضوح الجانب المخطئ، لوضوح الجانب المعتدي ما عاد يحتاج فيها لفتوى، ولذلك بتكلموا هؤلاء المجرمين، هؤلاء الآثمين، هؤلاء يعني بعضهم يعبر بتعبيرات فيها نوع مبالغة في الشيء، لكن في النهاية يعني هذا الأمر أصبح من الوضوح في أنهم معتدون، في أنهم بغاه، في أنهم يعني قتلة، في أنهم مفسدين في الأرض، في أنهم لجان الوساطة المتدخلة بينت يعني المجتمع الدولي أيضا ندد، ويعني أصبح المسألة مكشوفة. فمثل هذا هذه يعني هذا الوضوح، مثلا واحد يقول ما حكم قتل المسلم؟ يعني هل معقول يعني الناس وصلوا إلى درجة عندما شخص يأتي يقتل مسلم يقولوا ما هو الحكم؟ طيب واضح أنه هذا القتل حرام وجريمة. كذلك هذا الشخص الذي بيعتدي على المنازل، بيهدم البيوت، بيدمر المساجد، بيدمر دور القرآن، بيدمر البيوت، بيقتل الحرث والنسل، بيشرد الناس من بيوتهم ويهجرهم، وبعدها يرجعوا يقولوا والله يا علماء ما رأيكم؟ طيب إيش الحكم؟ هل هذا الأمر يحتاج إلى بيان؟ وهل يحتاج إذا إلى حكم؟ يكفينا قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يكفينا قول الله سبحانه وتعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. بل لو أن العلماء جو قالوا لكم لا تقاتلوا على أنفسكم ما حش يصدقهم. هذه من المسألة من الوضوح يعني والجلاء، ما لا تحتاج فيه إلى فتوى أن يجي يقول ما هو الحكم. يعني إحنا شيء تبين وإيش تبين؟ يعني رجل مهما كانت أفكاره، مهما كانت طروحاته، مهما كانت آراءه، مهما كانت كذا، طبعا هناك فساد في الأرض، هناك تدمير، هناك قتل النفس، هناك تهجير، هناك يعني ترميل للنساء، هناك أطفال. يعني الأحداث مثل هذه يعني أنا أظن أني من الوضوح والجلاء بأمر، ولكن الواجب الآن لابد أن تتحمل مسؤولية الدولة، لابد أن تتحمل مسؤولية الدول الراعية على المبادرة الخليجية سواء إقليمية أو دولية، لابد أن تتحمل مسؤولية بكافة الأحزاب والمنظمات المدنية حتى لا ينزلق البلد إلى حتى نعم لا نصل إلى وضع يعني مثل الأوضاع التي وصلت إلى سوريا ولا غيرها من انتهاء يعني كمجتمع كدولة. وبعدها خاصة عندنا في اليمن لن تنتهي، يعني الشعب كله مسلح، والشعب كله يعني غيور فيما يتعلق فيه على دينه، والعرقيات موجودة، والمذاهب الفقهية المختلفة والطائفية موجودة، إذا نبشت عرقها ستصل إلى حرب لا تنتهي يعني، ويعني سيكون أعظم مما هو حادث. فنحن نناشد العقلاء، نناشد الوجهاء، نناشد مصادر القرار، نناشد كذلك مراكز القوى، الأحزاب والمنظمات أن تتحمل مسؤوليتها وأن تتوحد في هذا، يعني تحاول أن تمنع الحوثي أو تردعه بما يصل إلى قناعة أنه يعني يقبل أن يكون منافس فيما يتعلق بهذا. وللأسف طول هذا الفترة ونحن بالراشي مراشة، شكل لك حزب، شكل لك كذا، هو أصلا لا يريد يهلك الكل. ولا يظن بعض الناس أنه هذا يعني يضحك عليهم وقلنا ما يجي للإصلاح، لا، هو هدف عمل سياسي. يعني إذا لم يستيقظ، وأنا أجندة خارجية، أجندة خارجية عبد ربه هادي رئيس الجمهورية، إذا لم ينتبه فسيتحقق التهديد الذي قالوا أضربوا البيت حقه. يعني أنا إذا لم ينتبه ويستيقظ سيضربه. لا يظن كذلك علي عبد الله صالح الرئيس السابق أن المسألة ستكون هادية. يعني هو قتل حسين بدر الدين الحوثي لا يركنش انهم يعني يسكتوا عليه. يعني هم لو جاءوا كذلك هو من ضمن المعرضين فيما يتعلق به. لا تظن الاحزاب والمنظمات، وبيحاكي نفسه انه انصار الله والناصر لله، يعني الاحزاب والمنظمات والافكار والايديولوجيات، يعني هذا شخص يعني هو لا يرى الا راي واحده وجهه واحده، لا يمكن ان تجتمع فيها كلمه اليمنيين. يعني الذي كان بيتبكى على الوحده وعلى كذا، لا، لن يكون هناك، ستكون هناك حروب لا نهاية لها إذا لم يعني يستدرك الناس وتجتمع كلمتهم ويحاولوا أنهم يتعاملوا معها يعني مع هذه الجماعة، بحيث أنه يكسروا شوكتها ويتجهوا بها إلى يا إما تتجه اتجاه يعني سياسي سلمي، وما عندش يعني كثرة الوساطات وكثرة اللجان، واضح اللجان، يعني يا يرجع إلى ثكناته، يرجع إلى صعدة من حيث أتى وينسحب من المناطق التي فيها، وإلا يجب على الشعب اليمني كله أن يرميه عن قوس واحدة ويجتمعوا كلهم بكل فئاتهم. هذا إذا كانوا عقلاء، وإلا فاليمن ستنزلق إلى ما لا يعلمه إلا الله.
إذن باسمكم مشاهدين الكرام في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوقشي على كل ما أفاد، ونشكر أيضا الذين تواصلوا معنا. مشاهدين الكرام، ستكون هناك أيضا لدينا دورة برامجية أيضا خلال ساعات المساء لمناقشة هذا الوضع أيضا ولمشاركاتكم. حتى ذلكم الحين لكم منا كل الحب والتقدير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاه بما التزم.